تفضل عرف نفسك. احمد سيد احمد الشتاوي النادي. انا ثابت بالمعاش طالع من القوات البحريه في 97. طالع وانا عندي 40 سنه بسبب الاتفاقيه الظالمه اللي هي كان بديفو ان هم خرجونا على سن معاش مبكر. واخد بال حضرتك؟ انا لما اقعد عندي 40 سنه في البيت قاعد مستني الموت، انا اتصلت بالقيادات بتاعتي في القوات البحريه وقلت لهم ان احنا على استعداد ان احنا نعمل اي حاجه، احنا لسه الحمد لله بصحتنا ونقدر ندي. انتم قعدتونا في البيوت ليه؟ قعدتونا في البيوت ليه؟ احنا عايزين نخدم في الجيش بدون مقابل، بدون اي مقابل، مش عايزين فلوس، بس عايزين ناخد نسأل لكرامتنا، لا اكتر ولا اقل، عايزين نسأل لكرامتنا. كفايه استعباد، كفايه استعباد. يعني انت بتطالب السلطات المصريه بالغاء اتفاقيه السلام اللي هي كان بديفت اللي هي نصت ان تخفيض القوات المسلحه. وده اكبر غلط اتعمل. تمام. ان هو يطلع للكوادر القوات المسلحه يقعدهم في البيوت عندهم 40 سنه، ده ظلم. شكرا. العفو فندم.